السلام عليكم إخواني، نعود إليكم مع إصلاح هذا الجهاز. لكن قبل هذا نشير إلى أنه إن شاء الله يعني هذه بداية لأجهزة جديدة، وهي أجهزة التصويرية الخاصة بالسنسورات والجي بي آر كذلك. وإن شاء الله القادم ستكون هناك فيديوهات حول هذه المواضيع. إذن إن شاء الله هذا الفيديو سيكون بداية لهذا الأنواع من الأجهزة. سنبتعد قليلا عن أجهزة الحث النبضي والكهرومغناطيسي وما شابه من التعديلات وغيرها، لكن لن نبتعد كثيرا، لكن سنبقى يعني مع تلك الأجهزة. سنحاول طرح الجديد دائما. فهذا الجهاز الذي أمامنا هو للدلتا اس 3S، دلتا بيس 3S، حث نبضي وتصويري في نفس الوقت. هذه هي القطعة المركبة له للتصوير مع العصا. هذه هي يعني طولها تقريبا 85 على ما أعتقد. هذا الكابل الخاص بها الذي يتم ربطه هنا، والتصوير للتصوير بها سنتركها جانبا. صاحب هذا الجهاز يعني لما تعطل له قام بأخذه عند أحد المصلحين، لكن يعني كارثة وقعت هنا. يعني هو قام بالتسخين ونزع هاد القطعة البلوتوث، وقام بالتسخين على اللوحة بالكامل كما تلاحظون هنا. يعني كل شيء قام بتسخينه، وهاد الاي سي هو جد حساس للحرارة، اي تعرض للحرارة يعني يتم اتلافه. فهنا قام بتسخينه، يعني واضح بأنه قام بوضع مادة هنا الفلاكس وتسخينه بالهوت اير. كذلك نزع هذه القطعة، نزع يعني مجموعة من القطع هنا نزعها وأعاد تركيبها، حتى أنه قام بنزع هذه قطعة البلوتوث وحاول تعويضها بهذه الموجودة هنا على هذه القطعة التي تباع، التي تركب مع الأردوينو وتستعمل في مجموعة من المشاريع. وقام بتسخينها كذلك حتى أنه فقد هذا الاي سي هنا. فهذه قطعة جديدة. هذه ليست مثل هذه، هذه عندها هنا زر. للعلم فهذه القطع هي تبرمج، لا يكفي أنك تنزع هاد ترى أن هذه مشابهة للأخرى وتقوم أنت بهذه. تقريبا الإصدار الثاني، أما هذه فهي الإصدار الخامس. فقام بمحاولة يعني نزع هذه القطعة من هنا وتركيبها هنا أو وهذه حتى هي قام ب نزعها كذلك. يعني تم إتلاف هذه وتم إتلاف هذه القطعة الدائرة بالكامل، يعني أصبحت غير صالحة للجهاز. إن شاء الله سنحاول تعويضها بدائرة الأردوينو ونركب معها هذه الدائرة أو القطعة البلوتوث لإرسال الداتا من الجهاز إلى التابلت. إذن ابقوا معنا لنتعرف على مراحل إصلاح هذا الجهاز.
إذا بعد أن نجحت عملية تركيب دالة سكان في مكان الدائرة التي قد أتلفت، سأجربها معكم. يعني هي بكل بساطة هي دائرة الأردوينو مع مضخم مع قطعة البلوتوث. هذا ما في الأمر. دالة البلوتوث تبرمج أو تتركها كما هي إن أردت تغيير الاسم والرقم السري، إن لم تريد فاتركها كما هي. هنا دالة تضخيم، هناك مجموعة من الدوائر. هذه دالة يعني كيت الأردوينو أونو، يتم برمجته كذلك. هذه العملية هنا سأقوم بشرحها منفصلة حتى يطبقها من يريد صنع هذا الجهاز. هنا يعني سأشرح يعني ما قمت به، فقط لأنني قلت في البداية هذه عملية تصليح هذا الجهاز فقط، وليست يعني الشرح الجهاز. المهم بعد هذا سأقوم ب تطبيق هذه الدائرة. ريتما تصلني هذا الكيت الخاص بالأردوينو، ثم سنطبق على هذه المجموعة، يعني نقوم ببرمجة هذه قطعة البلوتوث، ثم تمرير الهيكس إلى الأردوينو، ثم تركيب دائرة المضخم، لأنه هو ضروري تركيب مضخم للسنسور، لأن السنسور إن ركبته مباشرة إلى الأردوينو يكون المدى تقريبا لن يتجاوز 20 سنتيم، أما هذا دائرة التضخيم وصلت إلى متر تقريبا على يعني قطعة المغناطيس. فأغلب الأجهزة يعني التجارية يصل يعني يتجاوز المترين، يعني أقل شيء مترين. هنا سنجربه معكم. هنا نركب الفيشة الخاصة بالسنسور، ثم نشغل الجهاز. هنا دارت البلوتوث يعني تشتغل. الآن نفتح البرنامج الذي هو الفيزياليزر 3D. بعدها نختار نوفو بروجي، ثم أوكي. هنا الأضواء تضيء بشكل بطيء بعد أن كانت يعني تضيء بشكل سريع، يعني دالة على أن البرنامج اتصل بقطعة البلوتوث. هنا نضغط على زر التشغيل الذي موجود في العصا. هنا بدأت عملية السكان. سأمد لقطعة المغناطيس. نزلتها الآن. يعني هذا المكان يعني الأزرق هنا غير موجود أي شيء، مجرد فراغ.
مجدل يعني في التربة. هنا الآن سأمدد القطعة. نزلتها الآن. عندما أزيلها يكون اللون بالأزرق. هنا سأضغط نهاية. بعدها يعطي هذا الشكل. يعني هنا عندما قلبت المغناطيس في هذه الأماكن الثلاث، يعني هذا هو الشكل. يعني يحتاج تجريب في التربة لفهم يعني كيف يقوم بالبحث وما شابه. المهم على العموم ف يعني السكان شغال، والمشكل الخاص بجهاز الدلتا هو به سنسور واحد عكس الأجهزة الأخرى بها سنسورين. فهذه هي العصا الخاصة به. هنا زر التشغيل، عندما تضغط عليه يقوم بالسكان، وعند إعادة الضغط عليه توقف السكان. إذن هذا ما في هذا الفيديو. ما دام أن الكل شغال يعني تم بحمد الله، يعني فك هذا المشكل. يعني هنا هذه قطعة البلوتوث، وهذه قطعة المدخن، ثم هذه البلوتوث. ما نأخذه من دائرة الدلتا هو الكهرباء فقط. يعني قمت بتثبيتهم هنا بهذه القطعة البلاستيك حتى إن احترقت مثلا هذه، يكفي نزعها وإعادة تركيب واحدة أخرى والأمور ستشتغل، لأن ما قطعة البلوتوث دائما هي التي تتلف. وهنا كذلك وضعت هذه القطعة البلاستيك لتمسك بالأردوينو. وهذا ما في الأمر. يعني لمن وقع في هذا المشكل خصوصا لهذا الجهاز، فما عليه إلا تركيب هذه الدائرة وإزالتها. فسأقوم إن شاء الله بشرح يعني العملية كيف هي من البداية إن شاء الله. يعني بعد أن سأشرح طريقة التركيب على المخطط، كيف سنقوم بتركيب الأردوينو، ثم دائرة التضخيم، ثم دائرة البلوتوث بشكل عادي جدا إن شاء الله. فبالنسبة للسنسور الخاص بالجهاز، فهو طريقة اكتشاف يعني البينات الخاصة بالأزرار، ثم الكهرباء. الكهرباء هنا عندنا الأحمر والأسود، هذا هو الموجب وهذا السالب. يعني هذا هنا هو الموجب وهذا هو السالب، ثم يليه اللون الأزرق هنا في هذا المكان، هو خاص ب يعني زر التشغيل، يعني زر تشغيل اسكان. مع السالب هكذا نضغط على زر هنا، هو
ركبته في الأبيض، عفوا هذا يعني الأسود، ثم يليه الأزرق. هنا عندما نضغط على الزر ستسمع الصفارة. يعني هذا الزر خاص يعني هذا السلك خاص بهذا الزر. وهناك السلك الأخضر هنا، يعني البين الرابع خاص بهذا الزر بالأسفل، يعني مربوطين مع الساليب للتشغيل وللتست. يعني هنا عند تركيب هكذا نأخذ يعني الأسلاك مباشرة إلى قطعة الأردوينو. هذا ما سأشرحه يعني على الكمبيوتر، وكذلك ربط قطعة البلوتوث وربط دائرة التضخيم. كل شيء إن شاء الله سأشرحه على الكمبيوتر، لأن هنا غير مفهوم. على الكمبيوتر سيكون يعني الأسلاك مباشرة، كل واحد متجه إلى مكانه. إذن هذا هو المخطط الذي اعتمدت عليه في تركيب دارة الأردوينو نانو. هذه هي الكيت الخاص بالأردوينو، وهنا البينات الموجودة بجوانبه، كل واحد يتجه إلى مكان مناسب. نبدأ من جهة يعني الأردوينو هكذا. هنا جي ان دي يعني سالب البطارية، وهنا موجب البطارية 5 فولت، هذه هي التي يتغذى عليها الأردوينو وباقي المكونات. بعدها الموجب يتجه إلى دارة التضخيم، هي الموجب هنا والسالب، يعني على حسب الدارة التي ستشتغل عليها يعني المضخم. بعدها مباشرة إلى السنسور، كذلك به موجب والسالب، ثم من السنسور يخرج الأوت، يعني السينيال الذي يخرج من السنسور يتجه إلى دارة التضخيم الإن، ثم يخرج من جهة الأوت. هذه الدائرة بها يعني مخرجين للسنسور، يعني واحد للفراغ واحد للمعدن. هنا الأوت الخاص بالسنسور يأتي إلى A3، ثم هنا البلوتوث، دائرة البلوتوث يعني بها TX والRX. هنا الإرسال يعني TX، وهنا الاستقبال RX، يتم تركيبهم متعاكسين، يعني عند البلوتوث نجد RX يتجه مباشرة إلى TX وليس إلى RX. إن ركبتها إلى RX لن تحصل على الداتا، يعني لن يرسل لك شيء، يعني يركب بشكل متعاكس. هنا TX الخاصة بالبلوتوث يعني يستقبل إشارة يدخلها إلى البلوتوث، بعدها يخرجها إلى الأردوينو، وهي تخرج من TX تتجه إلى RX، ثم من RX يعني المستقبل، يعني إن خرجت الداتا من هنا تتجه على هذا البين يعني TX تتجه إلى RX. بعدها يوجد زر التشغيل، هو هذا يعني به سالب، وهذا السالب يكون مشبوك مع D11، ثم مشبوك مع السماعة، والسماعة مشبوكة مع D5، والزر مشبوك مع D7، يعني على هذا الشكل فالصورة واضحة، يعني لا تحتاج إلى شرح أكثر، يعني مجرد إطلالة فقط.
إذن وكذلك اعتمدت نفس الألوان التي تأتي من الفيشة الخاصة بالدلتا 3S، فنفس الأسلاك، يعني هنا الأزرق هذا هو الذي يأتي من العصا، أو تأخذ الأخضر أو تأخذ الأزرق، أي واحد، أو تشبكهم مع بعض، أي زر ضغطت عليه يشتغل أسكان. كذلك الموجب والسالب نفس الألوان. الخيط الأبيض الذي يأتي من السنسور ها هو إلى الدار لهنا، يعني بالأبيض كذلك، هكذا موجود في الأسلاك الموجودة بالدلتا. تركت نفس الألوان ليستفيد الجميع. إذن يعني هذا الشرح أتمنى أن يكون واضح. بالنسبة للملفات التي استعملتها في يعني برمجة الأردوينو، وكذلك الصورة التي اعتمدتها، يعني المخطط بين لشبك الأسلاك بين الفيشة ودائرة الأردوينو ثم البلوتوث ثم المضخم، فسأتركها لكم في صندوق الوصف. فالكثير دائما يراسلني حول هذا يعني الملفات، فأنا دائما أضعها أسفل كل فيديو. فمثلا تدخل على القناة، مثلا ها هو، مثلا نأخذ مثلا هذا الفيديو، ففي أسفل الفيديو هنا هذا يسمى صندوق الوصف، هذا تضغط هنا على بلس فتجد الملفات في هذا المكان. هنا نأخذ مثلا فيديو آخر يكون به ملفات، نأخذ مثلا على سبيل المثال هنا صنع جهاز الفيليزيو، نوقف الفيديو. دائما تجد الروابط في هذا المكان، ها هو، يعني هنا تضغط بليس تجد الروابط، ها هي كل هذه ملفات. يعني أنا أخذت نصف الصورة هنا، فها هي هذه كلها ملفات خاصة، تضغط على أي رابط فيأخذك مباشرة إلى الملفات التي تريد. ف بصندوق الوصف نضع دائما الملفات التي نشرحها في